السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان كريم ان شاء الله يدخل عليكم بصحيحه وسلامه. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنصوب واحد التحليه صحيه زوينه البنات. صراحه كلمه زوينه قليله في حقها، كنتمنى انكم تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر. وتقدروا توجدوها السحور. هنا في المقادير ديال البنات عندي الدقيق، 4 ديال المعالق كبار ديال الدقيق، تقدروا تعوضوها بميزينا. ولكن صراحه كنتمنى انكم ديروا الوصفه كما هي باش تحصلوا على داك المذاق اللي كنقول لكم راه واعر، خصكم تجربوه فريمون كيجي زوين بزاف. المهم عندنا 4 ديال المعالق ديال الدقيق كما قلنا، عندنا 2 معالق كبار ديال الزبده، عندي هنا التمر تقريبا عندي 12 حبه ديال التمر، تقدروا تنقصوه كي تقدروا تزيدوه على حسب، يعني تقدروا تحكموا في الحلاوه كما بغيتوا. اللي بغيتوا يعني تجيكم هي هذيك، انا دايره تقريبا شي 12 حبه، جوج ديال البنانات و اطر ديال الحليب. غادي ناخذ شي مقيله وغادي نديروا فيها الزبيده ديالنا ونديروا، انا درت مباشره عليه الدقيق، درت خلطه. المهم معليش الا بغيتوا تخليوا الزبده تذوب ومن بعد ديروا الدقيق اللي بغيتوا، المهم هي بحال بحال. وكنبقاو نخلطو مزيان هاد الدقيق وهاد الزبده حتى كيتحمر لينا شويه داك الدقيق، من بعد كنبقاو نضيفهم تقريبا شويه بشويه بشويه، تقريبا نضيفو واحد نص سيترون ديال الحليب في المره الاولى، نبقاو نضيفوه تدريجيا بشويه بشويه كما كتشوفوا معايا بحال هكا. من بعد غادي ندوز غادي السيترو اللي بقى لنا ديال الحليب، غادي ندير فيه التمر، غادي ندير فيه البنان اللي قطعته بحال هكا، وغادي نخلطو او عفوا غادي نطحنو في ميكسور مزيان. حتى كيولي لنا بحال هذا الشكل هكا. من بعد طبيعة الحال ما نحبسوش من التخلاط، ديما مع التخلاط يعني نبقاو نحركو مزيان ما نحبسوش. من بعد غادي نضيف هذا الخليط اللي طحنت، نضيفو الحليب ديالنا وغادي نخلط كذلك، نبقى نخلط حتى كنحصل على يعني على واحد بحال شكل كريمه. البنات كتلاحظوا معايا ضفت اللوز، اللوز يعني عادي اللوز خضر طحنته، من بعد كنضيفو حتى هو كيعطي يعني واحد المذاق زوين بزاف، من الافضل انكم ديروه. صافي كنخليها حتى كتبقى دير الفقاعات بحال هكا وكنطفي عليها مباشره. صافي وكنبقى نديرها في كويسات ولا في زلايف ولا شنو فاش ما بغيتو. خلي واحد شويه ديال اللوز غادي نحاول اني نديروه هنايا نزين به من الفوق. كطبقة أخيرة اختاريت أني ندير دانون مسوس، درته من الفوق
اخر حاجه زوقت بها او زينت بها، خديت دانيت او شوكولا ودرت بها الخطوط بحال هكا. تقدروا انكم تزينوا كما بغيتوا، ولا ديروا ديك الزينه ديال الملفيت هي كتجي زوينه. المهم انها بزربه بزربه، هذا هو الشكل اللي حصلت عليه يعني بزربه. كتشوفوا معايا القوام ديالها كيجي كريمي بحال هكا، لذيذه بزاف بزاف. وبصحه وراحه، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.